السلام والاحترام أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع اليوم وفي ثغرة اليوم للحصول على أقوى لاعبي باكج نجوم الأسبوع الجديد. إن شاء الله أقوى لاعبي هذا الباكج بالنسبة لي كارلو سولر، وكذلك نسخات سيرجيو راموس وشالهانوغلو وكريزمان ومحمد صلاح. بالنسبة للنسخ الأسطورية كذلك لدينا دوغلان لويس وديوغو دالوت. المهم، أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند كارلو سولر مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، ثم نفس الشيء عند سيرجيو راموس كما ترون. بعدها سوف ننتقل عند كريزمان نفس الشيء، تشالهانوغلو مرتين والاطلاع على احصائيته هكذا، ثم محمد صلاح 5 مرات دون الاطلاع على احصائيته، ثم مباشرة سوف نقوم بالرجوع واللف بالكوينز او من اللفة المجانية. كما ترون الدوري الإيطالي وخمس نجوم مضمونة إن شاء الله، وسوف نرى على مدى سوف نحصل على تشالهانوغلو يا إخوان، يعني يعتبر أقوى لاعب داخل هذا الباكج، لاعب أسطوري متكامل جدا. أنصحكم بتجربة هذه الثغرة كما ترون، حصلنا بها على أقوى لاعب هذا الباك. أحلى سكرين شوت لتشالهانوغلو.